Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa shukrillah wa salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. One of the opportunities that I've been able to have here in Jordan is study with different teachers, different sciences, and in Arabic, because this has really helped with me developing my Arabic skills and vocabulary. So this year I'd like to this here is my teacher, Ustaz Mahmoud Kayali, and he's a student at the Islamic University. And I mean, through weekly discussions, we've been able to cover a lot of very interesting topics. For example, one topic we've covered here is Manahij al-Muhaddithin. So we've actually gone through the methodology that the Muhaddithin have undertaken. And on top of studying it, a very interesting topic, we've covered it on Arabic, which has been very helpful for my conversational skills. والآن أستاذ كيالي سيتكلم بقليلا بشكل عام عن المناهج المحدثين وما هو أسلوب التدريسه ولذلك السلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحن ندرس مناهج المحدثين وندرس المتون التي فيها الكلمات الصعبة التي يصعب على الطالب المتعلم العربية الذي يتكلم اللغة غير الناطقين باللغة العربية نحدد لهم برامج فيها المتون والمتون التي فيها الكلمات الصعبة التي لابد من التوضيح والبيان بيان هذه المعاني الطريقة هو أولا نستفيد من هذه المواد فائدتين الفائدة الأولى هو تعلم المنهج الشرعي والطريقة الصحيحة لتعلم الأصول الشرعية والأصول العلمية بطريقة ممنهجة فنستفيد الفائدة الأولى هو تعلم المادة العلمية الموجودة في هذا الكتاب وفي غيره من المتون والمسألة الثانية هو تعلم اللغة العربية بانتقاء الكلمات الصعبة التي تشكل على الطالب الناطق بغير العربية فنحدد في مع تدريسنا لهذه المادة وشرح هذا المتن نحدد الكلمات الصعبة ونسجلها وأيضا نسجل النقاط الهامة العلمية الموجودة في هذا الكتاب فنتخذ المتون ومن ثم نتخذ الكلمات كلمة كلمة حتى نبين للطالب معاني هذه الكلمات وأيضا أحيانا نتكلم في إعراب الكلمات والنواحي النحوية واللغوية واللغوية في ذلك والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهل أنت وجدت فائدة في نعم وجدت الفائدة كثيرا بسبب درست المناهج وأيضا درست المفردات وكلمات ومصطلحات كثيرا وعميق ومهم جدا ولذلك شكرا وجدت الفائدة كثيرا and I hope that others also get this opportunity and capture these golden chances to learn Arabic and also study a very important topic الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته